النهايه ديال هاد الشهر كان عندي عرض في فرنسا تكملت فيه لا كونتينيتي ديال ما نوفيل كوليكسيون اوت كوتور 2018 حيت كانت الانطلاقه الاولى كانت في تركيا ابري سيتي بودابست اي كوم ديرنيير بارتي سيتي بور باري والحمد لله الفعاليه دارت مزيانه والانطلاقه ديال لا كوليكسيون كان لقات صدى زوين عند الجاليه المغربيه والمغاربه اللي كاينه في فرنسا اي ميم لي زيترونجي. فرنسا ماشي اول مره كندير فيها ديفيلي، ديجا درت العام اللي داز ديفيلي بالنسبه للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج كانت بالمشاركه مع الدوزي، دونك هذه المشاركه الثانيه ديالي العام الثاني في فرنسا باش ندير ان ديفيلي دو مود. صراحه كتكون توجور الاقبال على لي كرياسيون ديالي باغ فيكو كاينين الجاليه بزاف تما، وكتكون يعني مشاركه طيبه على اساس انه شاك فوا شاك فوا كتبارطاجي لي كرياسيون ديالك وكتزيد تهز بالراية ديالك لبرا. صراحة بالنسبة لهذيك المسألة هو سيتي ان باساج ارتستيك، انا اوتون كو ستيلي جو ريبريزونت مون بيي، كنمشي كنفتخرة بالمغربي ديالي، يعني انا زمني هزيت الدرابو هزيتو افيك امور هزاه وانا مفتخرة ببلادي، مفتخرة انه نو سيلمون زيد بسميتي القدام، ولكن حنايا اي واحد كيخرج من المغرب في اي مجال انه كيكون مسافر للبلد ديالو وسافر للهويه ديالو، باسكو القفطان ما كنبقاش منحاسر غير عليا، كنولي انا هزا اون ريسبونسابيلتي انه ننشر بلادي ونمثلها باحسن صوره. بالنسبه للدرابو انا ماشي اول مره كنهز درابو، ماشي اول مره كندير اوماج للبلد المضيف، يعني فات لي درتها في تركيا ولقات يعني اقبال كبير والناس عجباتهم، فات لي درتها في بودابست، ولكن بالنسبه لفرنسا الناس ما تقبلوهاش. ماشي الناس اون فيت سي با ما عاديش جو في با جينيراليزي، بالعكس انه الناس زعما عجباتهم فهموا برام انه باساج ارتستيك وانه نيتي كان زوينه وانه يعني مزيانه، ولكن نصحوني عرفوني بشي حاجه اللي انا ما كنتش عارفاها، ما كنتش انا عارفاها انه ممنوعه في القانون انه تقيس في الدرابو، بالعكس يعني انا سيتي بور موا لو باساج ارتستيك كي امبورطون، دونك عرفوني بشي حاجه اللي ما كنتش عارفاها وصححت حيت لا فوتو حطيت اون اوتر فوتو بلو درابو، والناس يعني انهم منين دواو انه بغير على البلاد وحقه على البلاد وبحب البلاد، دونك انا بالعكس زعما حتى واحد ما شكك في التمغربي ديالي ولا مصداقيتي ولا حبي لبلادي، بالعكس انه قالوا لي غير ساره انه يعني امر خارج عن القانون اللي درتيه غلط، وصراحه انا ما كنتش عارفه حيت انا ما درتش القانون وما عارفاش، وكنشكرهم بزاف على المعلومه اللي دافوها ليا. ستيليست زعما كل عام كانت عامل كانت كنخدم مع الفيستيفال وكنلبس في الفيستيفال، دونك كل عام كتكون عندي المشاركه ديالي، وهاد العام مالوغوزمون ما كنتش حاضره باسكو كنت جيت من فرنسا جيت شويه عيانه، ولكن خليت لي كرياسيون ديالي يدوزو، راه كاينين اللي تلبسوا ديجا وكاين باقي اللي ما دازوش، وان شاء الله انا غنطلقهم يعني نحطهم في الانستغرام ديالي اون فوا سالي لو فيستيفال. هاد العام لا فيغيتي اللي كتاسف عليه انا بالذات انه يعني العام اللي داز حتى اون اني بلونش، يعني داروه باش يقادو الفيستيفال وباش يطلعوا من النيفو ديالو ايتو، كنشوفوا برا تحسن، ولكن هاد العام كنلاحظوا انه بزاف ديال المشاهير تغيبوا على الفيستيفال، سكي دوماج باسكو نورمالمون هو اصلا سي ان فيستيفال سي با ان ديفيلي دو مود ولا هذا، يعني نورمالمون هو معروف بالمشاهير الفنانين والفنانات سورتو اللي عندهم ان كرون باركور، دونك مالوغوزمون ما شفناهمش هاد العام، نتمنوا نشوفوهم ان شاء الله في لا كلوتور. دونك بالنسبه ليا انه زعما الا كانت عندي اون سول غومارك انه دوماج زعما الاسماء الكبار ديالنا ما شفناهمش. صراحه الاطلالات ديال زعما بعض الناس اللي شفت زعما كانت موفقه، زعما كانوا بعدا اوموا هذا العام انه شفنا برا الناس داروا ان ايفور في لاسبي فيستيمونتير، يعني خداو الطله ديالهم خداوها يعني اون كونسيدراسيون، كتشوفهم بيان ماكيي بيان ابيي سكي امبورطون، باسكو انه ملي كتكون في فيستيفال انك كتعبر على طون ليماج، كتعبر على ليماج ديال بلادك للبلدان الاخرى والخارج، يعني دونك خاصك ضروري تعبر عليها باحسن صوره، يعني الاطلالات كانت بالنسبه ليا موفقه، ما شفتش كاع الاطلالات باسكو كيما قلت لك نورمالمون الفيستيفال هذا العام ما كانش فيه بزاف ديال لي سيليبريتي، ولكن الاطلالات اللي شفتهم كانوا موفقين.
بالنسبه للطموح ديالي ما عندهمش حدود ان شاء الله. انا باقا غدا باقا ان شاء الله غنزيد نكبر في سميتي خارج المغرب ونزيد نطور منها ونزيد نهز بلادي ونهز بسميتي وان شاء الله ديما غيكون الجديد وديما غتكون مفاجآت كثيره وكثيره. ودايوغ ميم في 2019 غيكونوا عندي مجموعه ديال العروض خارج المغرب، دونك كنقول لكم تبعوني. كنشكركم على الاستضافة ديالكم، كنشكركم على هاد الانترفيو، كنتمنى لكم خفيفة على القلب وكنقول لكم اتخي بيانتو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.